إدوين سميث. إدوين سميث اشترى هذه البردية التي كتبت 1550 قبل الميلاد. وإدوين سميث اشتراها سنة 1862، كان موجودا في ذلك الوقت في الأقصر، وعاش في الأقصر حوالي 18 سنة. فاشترى البردية دائيا. أهمية البردية دي إيه؟ هذه البردية الطبية تعتبر أول بردية خالية من السحر والتعاويذ السحرية، اللي حتى البعض بيطلق عليها أنها هذه التعاويذ السحرية في البرديات الأخرى كانت تكتب للأمراض التي متقدمة أو ليس لها علاج أو لا ينتظر لها شفاء. إنما المهم البردية ده هي تقريبا زي المراجع الطبية اللي موجودة حاليا في إيدينا دلوقتي. فأولا هي مقسمة تقسيم تشريحي، فنجد مثلا يتكلم هي خاصة بالجراحات وخصوصا الإصابات بالذات، يعني معظمها كده. إنما يتكلم مثلا عن الرأس وما يصيب وعن والعلاجات بتاعتها، يتكلم عن الرقبة، يتكلم عن الصدر، بعد كده عن الذراعين، بعد كده عن البطن، بعد كده عن الساقين. فمشية يعني تبويب أو ترتيب تشريحي زي كتب الجراحة اللي في إيدينا دلوقتي. الشيء الجميل أنها هذه البردية تختلف عن بردية إيبرس، وهي بردية طبية أيضا. أن بردية إيبرس تفترض أن خلاص وصلنا للتشخيص وتقول لك العلاج، إنما البردية بتاعت إدوين سميث وهي من أهم، تعتبر أهم بردية طبية، بتقول لنا في الأول عنوان الموضوع. يعني أديك مثل، يقول مثلا جرح بفروة الرأس مع كسر بالجمجمة، فهو ده يدي العنوان ده. بعد كده يجي يقول لك الفحص، يقول لك انك انت تفحص الجرح وتصل الى اعماقه مهما كان مؤلما، ويقول لك كده عشان تشوف اذا كان في كسر في الجمجمة ولا لا. وبعد كده يبتدي يدي اعراض هو عارفها في ذهنه، يقول لك وانظر اذا كان هناك سائل أو دم ينزل من الأنف أو الأذنين، كسر في قاع الجمجمة. أي واحد أو أي طبيب عارف أن لما السائل بتاع النخاع إما ينزل من الأنف أو من الأذنين، معنى كده أن ده كسر في قاع الجمجمة، وهو يقول له كده. وأنظر إذا كان المريض يستطيع أو لا يستطيع أن ينظر إلى صدره أو إلى كتفه. دي تحصل إمتى؟ الواحد ما يقدرش يبص كده أو يبص كده، دي اللي احنا بنسميها من إنجيل إيريتيشن، اللي هي التهاب على الأغشية بتاعة المخ والنخاع الشوكي، اللي هي دايما بتبقى في الحمى الشوكية. يعني تحاول تجيب رأس المريض كده ما بتجيش. ليه؟ إن متصلب كده. نجدها في إدوين سميث، شوف إذا كان يقدر يبص لصدره أو يبص للكتفين بتوعه ولا لا. فبعد كده هو يصل إلى التشخيص. التشخيص هو إذا كان جرح في فروة الرأس، أو إذا كان في كسر في قاع في الجمجمة، أو إذا كان هذا الكسر في الجمجمة معاه كسر في القاع بتاع الجمجمة ولا لا. بعد كده يقول قول التشخيص، وبعد كده واجه المريض بإيه اللي انت تقدر تعمله. قل للمريض أو لأهل المريض، هو كده يقول، هذا مرض أستطيع أن أعالجه. طبعا إذا كان جرح في فروة الرأس سهل، ياخد غرز والآخر. أو إذا كان مثلا كسر في قاع الجمجمة ممكن يعالجه بأن بيعمل حاجة اسمها ترفاين أوبريشن، اللي هي التربنة، عملية التربنة. تربنة بيشيل الجزء المكسور ده، وإذا كان فيه نزيف
وفي بيبقى شريان كبير كده اسمه الميدل منجيال ارتري، سهل قوي الواحد يقدر يسده حتى بشمع او بعود كبريت معقم او الاخر ده في الوقت الراهن يعني، وبرضه هو كان يقدر يسده فيقدر يعالجه. اما اذا كان كسر في قاع الجمجمه عليك ان تخبر المريض او اهله ساحاول، او نمره ثلاثه لا حيله لي فيه يعني انا ما اقدرش عليه. نجد برضه نفس الكلام موجود وهو يصف الورم في ثدي سيد، يقول اذا تحسست ورما براحه اليد، احنا لغايه النهارده في المراجع العلميه بتاعتنا نقول باي ذا فلات اوف ذا هاند، راحه اليد مش بالصوابع، هي نفس الحكايه. وجدته فجا كالفاكهه الغير ناضجه، برضه عندنا في المراجع بتاعت 2017 بيقول لايك ان انرايب بير، كمتراية ما نضجتش، ناشف يعني. شوف هنا قل لاهل المريضه، ما تقولش للمريضه نفسها، هذا داء لا حيلة لي فيه، ده مرض انا ما اقدرش عليه، اللي هو كانسر يعني. يعني هو شخص الكانسر براحة اليد وبالاطراف. طبعا احنا دلوقتي ما بنقولش لا حيلة لي فيه، احنا دلوقتي بنقول هنعمل له و و و الى اخره يعني، مش ما اصبحتش مشكلة دلوقتي. انما هو كان يصف الحالة والتشخيص وبعد كده العلاج والبروجنوزز، البروجنوزز يعني ايه اللي هيحصل بعد كده، نفس النظام اللي موجود عندنا دلوقتي. الشيء الغريب ان احنا وجدنا في هذه البردية بتاعت ادول سميث اللي اشتراها من مصطفى اغا سنة 1862، وكان يعني زي عبد الرسول زي العائلات اللي هي كانت بتعثر على الحاجات دي وتبيعها للاجانب او الى اخره، انما معروف ان البردية اشتراها من مصطفى اغا. هذه البردية فيها اللي احنا بنطلق عليه دلوقتي بي ام، بي ام ده ايه؟ بوست مورتم. بوست مورتم يعني ايه؟ يعني التشريح ما بعد الوفاة عشان يعرف بالظبط ايه اللي حصل. طب دي عرفناها ازاي؟ عرفناها الاتي، اولا من وصف حالة، واحد وقع رقبته انكسرت كسر في العمود الفقري عند العنق، فبيدي نفس الصوره الاكلينيكيه اللي موجوده قدامنا دلوقتي. شلل رباعي، يقول لك يجد الاطراف الاربعه لا تتحرك، وانتصاب في العضو الذكري، هي نفس الصوره اللي احنا بنصفها دلوقتي. انما الشيء الغريب ان بعد الوفاه يقول هذا داء لا حيله فيه و و و، وبعد الوفاه يقول ايه؟ تجد الفقرة العليا مغروزة في الفقرة السفلى كما تنغرز القدم في الطين. هو متأثر بقى بالبيئة الزراعية، يعني لما رجلك تغرز في الطين الفقرة العنقية الفوقانية مغروزة في اللي تحتها، يعني قطعت النخاع الشوكي، وعشان كده حصل الشلل الرباعي والصورة الإكلينيكية اللي قدامنا. فعرفنا أنه يقوم بالتشريح بعد الوفاة حتى يعرفوا ماذا حدث، حاجة يعني مذهلة.